يوصف بأنه رجل العراق الخارق الذي جعل من نفسه قدوة لشباب بلاده بعد أن سجل اسمه في كتاب جينيس للأرقام القياسية مرات عدة إثر مشاركته في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل إيفرست والتحليق بأكبر علم عراقي في سماء الولايات المتحدة وغيرها من الإنجازات القياسية. إنه المغامر العراقي فريد لفتة الذي أكد جدارته بالألقاب والأوصاف التي حصل عليها كجاجارين العرب وهرقل العالم. حلم الرجل الخارق الذي راوده منذ طفولته بالتحليق في السماء استطاع فريد تحقيقه بواسطة 350 بالونا ممتلئا بغاز الهيليوم حلقت به في سماء ولاية أوريغون الأمريكية في خطوة جريئة تخللتها العديد من الصعوبات، إلا أن تشجيع والدتها المصاحبة له في الفريق كان له أكبر الأثر في تحقيق إنجازه على أكمل وجه، وتسجيل اسمها أيضا كأول امرأة عراقية تدخل موسوعة جينيس العالمية. قصص وحكايات فريد مع المغامرات المشوقة تطول، فهو رياضي من طراز خاص قضى حياته بين ثنايا المغامرات التي تعانق الأخطار المحققة في كل مرة، لكن أفكاره وطموحاته المتوجة بأن لا شيء مستحيل كفيلة بدعم مسيرته مع عالم المجازفة في إطار السلامة أولا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، ويانا فقرة أخرى واللي هي راح تكون مع ضيفنا الكابتن فريد لفت بطل العالم للسلام والرياضة ومستشار خاص لشؤون الشرق الأوسط للسلام والرياضة وأول عراقي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. صباح الخير كابتن. صباح النور. صباح النور. بالبداية نحب صباحكم الله بخير نعرف المشاهد الكريم على البطاقة الشخصية للكابتن فريد. يعني اسمي الكابتن فريد عبد الزهرة لفت الساعدي، مواليد بغداد 1978، خريج جامعة بغداد كلية العلوم قسم كيمياء، إضافة الإنجازات اللي إن شاء الله نتطرق عليها. خلينا نبدأ ويا أول إنجاز قام به الكابتن فريد، يعني ما هو أول عمل قمت به وأنت يعني في بداية مشوارك الرياضي؟ يعني من الناحية الاحترافية يعني أول إنجاز هو كان عالمي، اللي هو التسلق والقفز من فوق قمة إيفرست أعلى قمة في العالم. طبعا هذا الإنجاز هو يعني كان في الشهر العاشر 2008، كان يعني أول عراقي يوصل إلى قمة إيفرست والتسلق فوق قمة إيفرست اللي هي أعلى قمة في العالم، ورفع طبعا راية العراق. طبعا هو كان المشروع يعني بحد ذاته مشروع عالمي وضخم، لأنه ما سبقنا أي إنسان أن قفز فوق قمة إيفرست، إحنا كنا أول بشر على الإطلاق يقفز فوق قمة إيفرست. واللي هو كان من خلال الشعار اللي أطلق الفيرست إيفرست سكاي دايفنج. فيرست إيفرست سكاي دايفنج بالضبط. الحمد لله يعني هو كان اختياري ضمن هاي الكوكبة، لأنه إحنا كنا 48 قافز دولي، أنا يعني العراقي الوحيد اللي بيهم، اللي قفزوا فقط 15 يعني، وأنا كنت معهم، البقية صارت عندنا اصابات وبعضهم يعني انسحب من لكن هذه القفزه كانت تحت ظروف معينه واختبارات من قبل العلماء، لكون انه الضغط الجوي ودرجه الحراره طبعا وغيرها. طبعا هي كان 60 درجه تحت الصفر، تسلق 40 يوم تسلقنا، احنا فقدنا 14 كيلو خلال 40 يوم. كان يعني العمل اصلا خلال سنتين احنا تدريب يعني شاق لاجل هذا الموضوع. الموضوع يعني كان في نوع من الطرافة، طبعا احنا استخدمنا الأكسجين بهذه القفزة لأنه احنا على ارتفاع جدا عالي 30,000 قدم 30,000 قدم 10 كيلومتر. يعني لما قفزنا فوق قمة إيفرست كان شوية في طرافة، لأنه أنا القافز الوحيد اللي اجت البدلات طبعا من أوروبا، كل بدلات المشاركين عليها أعلام دولهم ما عدا أني ما عندي علم الدولة. فخلال 40 يوم يعني المنطقة فيها البوذيين يحطون شوية وصل وما أعرف إيش، فأنا قمت أخذ من هاي الوصل وأخيط وكتبت الله أكبر بإيدي وسويت العلم وحطيته.
فكان شوية بها طرافة يعني. بعدين يعني طول هذه الفترة الأربعين يوم يمكن تكون صعبة جدا اللي فقدت بها 14 كيلو يعني، ما كانت صعبة؟ لا كان يعني صعوبة، بس احنا تم اختيارنا يعني اختيار وتم ترشيحنا، وبعدين خلال عملية الإعداد والتدريب إلى أن وصلنا إلى هاي المرحلة. هو هذا كان الإنجاز الأول، بعدها يعني صار إنجازات أكثر وأكبر يعني. سؤال يعني جدا وجهه أستاذ فريد، يعني المشكلة أنه تدريباتك أخذت من بداية من موسكو وبعدين انتقلت إلى دول أخرى. يعني ليش كانت بدايتك من موسكو أنه تدربت؟ هو الإعداد كان لقمة إيفرست هو في موسكو، لأنه كان هو اللي رشحني، هو بطل العالم ستيفان ليب ألماني، وهو اللي أخذني إلى روسيا، وهناك دربت مع يعني قوات خاصة روسيا. كان تعرف هو كان في الإمارات وشافني وقال لي أنت موهوب، وأخذني لهناك وتم تدريبي. بس أنا بعد موسكو يعني زرت لحد الآن 161 دولة. وانطرح عليك أكثر من بالضبط يعني من أنه تأخذ الإقامة والجنسية. نعم هو التحسين. شنو كان لها دور دعمك بشيء بهذا الموضوع هذا يعني، وانت قافز من أعلى قمة بالعالم؟ لا أنا مو فقط هذا، هذا إنجاز يعني قديم. هذا إنجاز لك هذا لو الدولة لها بها؟ لا أنا إنجاز هذا قديم، أنا بعدها صرت أول عراقي يصل القطب الشمالي، بعدها صرت بطل عالم، بعدها صرت دخلت موسوعة جينيس مرة ثانية وثالثة، ووالدتي هم نفس الشيء. سفير النوايا يعني الحسنة. نعم. يعني متى أعطيك هذا اللقب؟ يعني سفير نوايا حسن لعدة مؤسسات، من ضمنها وأهمها في العراق جمعية الهلال الأحمر العراقي، إضافة إلى أنه يعني مؤخرا يعني قبل شهرين تم تنصيبي مستشار خاص لشؤون الشرق الأوسط للسلام والرياضة، وكذلك تم تكريمي في الإمارات بعد ما سويت أكبر حمام السلام في العالم لمدة 14 يوم في برج خليفة اللي هي برج دبي. نفس الشيء صرت بطل الإمارات للسلام، وصرت سفير الطفولة في الإمارات يعني، وكثير أمور أخرى. الإنجاز المهم يعني جدا هو رفع أكبر علم في العالم اللي هو العلم العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية إلينويز شيكاغو. يعني هذا الإنجاز هو كان إنجاز يعني ضخم وعملاق. لا لا لا، هذا موسوعة جينيس لأرقام قياسية، هذا كان شهر الثامن 2012. الحقيقة يعني اللي هي هذه الصور اللي تظهر، هذه لا في أفغانستان. الحقيقة يعني أنا سويت أكبر علم اللي هي هذه، هاي الصورة هو هذا أكبر علم في العالم، رفرف في سماء العالم على الإطلاق، اللي هو العلم العراقي بمساحة 4500 متر مربع. نعم. الوزن مالته هو والسيستم وكل الاشياء يعني، كنت انا مخليه على صدري وقفزت بيه، وزنه 300 كيلوغرام. هذا العلم نشر في الولايات المتحده. بهالعمليه هاي كلها لازم انه اكو فريق عمل؟ طبعا كان عندي فريق عمل، وهذا المشروع ثلاث سنوات يلا قدرنا. العلم العراقي يعني فريق العمل انه انت اختاريته له هو اصلا وياك؟ لا هم يعرفوني، وانا لما طرحت الفكره، لانه الفكره كانوا مساندين لك، اي لانه العلم السابق اللي كان مسيطر على سماء العالم هو العلم التركي. من 2005 الى 2012 ما حد قدر يكسر الرقم القياسي التركي، لا دوله ولا مؤسسه. فمن طرحت الفكره قالوا العلم التركي يعني مساحته 500 متر مربع، وحتى واحد يكسر هيك رقم هذا يعني انتحار يعني، ممكن انه يؤدي الى وفاتك. نعم. أنا يعني ما ردت أكسر الرقم إنه أسوي 501 مثلاً، لأني شوية كان عندي طموحي كبير يعني، ردت أتأكد إنه العلم العراقي راح يبقى هو أكبر علم في سماء العالم كله لمدة 30 أو 40 سنة اللي قدام. 4500 متر مربع ينشاف من بعد 200 كيلومتر يعني. يعني علم يعني جداً ضخم، بحيث بس يعني خلال عملية التدريب أنا صارت عندي إصابات و يعني كان العمل خطير. لكن يمكن يعني فرحة جداً. النجاح طغت على هذه هو هم في انه وراء دخولي موسوعة جينيس في هذا العلم. هذه صورة والدتي الله يرحمها، يعني هي اول عراقية تدخل موسوعة جينيس على الاطلاق، هي خلال هذا العمل، لانه انا لما يعني هي توفت الله يرحمها ان شاء الله شهر التاسع. يعني هذه النجاحات اللي حققتها اللي اثرت على شخصية الكابتن فري؟ أنا طموحي
غير محدود، واتمنى انه اسوي اكثر واكثر واكثر. يعني اتمنى انه الرساله مالتي توصل الى كل العالم. اتمنى انه القي لفريد لفته لهذا الطموح. رخصتك من رخصتك اسمح لي انا عندي سالفه وياك. طبعا اولا ابوس راسك وقصتك وعيونك يا عراق، وابوس ايديك اللي رفع عن العلم العراقي بالفضاء. يعني عراق الشريف يرفع العلم العراقي فوق ايفرست مدرويا 3 سنوات حتى يرفع العلم العراقي فوق ايفرست، حتى يسوي اكبر علم عراقي بالفضاء، حتى الناس يقول والله يبا علم العراق. انا اقول ناس صار لها 4 سنوات تفلش بالعلم العراقي، مو كلهم قام تقول روح امي خطب عينك، لا بعضكم يفلش بالعلم العراقي وهو في عقر بغداد. والله قبر لفكم يا ذول البعض، قبر لفكم وطمام عار، وانتم عار علينا والله العظيم. عراق بلاد الغرب يدخل دوره ويتعب حتى يرفع العلم، واكو بعضنا عندنا سياسيين لا يجر العلم العراقي حتى يمزقه. الله يمزق قلبك ان شاء الله. وها باجتهاد، يعني هو ما استعان باي واحد، عقل عراقي، تدبير عراقي، وفكر عراقي يسوي هالسوايات هاي. ونجحنا احنا عندنا بعض، اكو ناس اعداء العراق، هو عراقي وعدو العراق. لا تقولوا اللي يجيني من تايلند مدري وين يفجر ببغداد، لا اكو بيهم يفجرون عراقيين، بس عقله قذر، قلبه قذر مع الاسف، ايمانه ضعيف. قال لهم سووا الكم برج مثل هذا البرج الوحد اللي قال عليه، وحتى يسوي له حمامه سلام كبيره ويحطها عليه بالعراق. ليش؟ يعني ليش تخلون مبدعينا وابطالنا يروحون يسوون هاي الشغلات وهاي الابتكارات العلميه بغير بلدان؟ ليش؟ احنا خايرين يعني بعلمنا ونرفع به وان شاء الله مرفوع، وغصبا يعني ما على خشومكم وراية الله يعني اكبر. يعني هيك بطل هذا مثل فريد، يعني هذا الرجل اللي قدم هذا نموذج للعراق، هذا الانسان يثبت للعالم انه اكو بلد اسمه العراق، اكو شعب اسمه عراقيين، هذول هذا واحد من عندهم اللي وصل صوت الشعب العراقي الى هاي القمه. فريد قفزه الاخ خذني وياك. لا خذني وياك حسين. انا اقول كل المختلسين والمرتشين والفاسدين اداريا، وذول انا اللي اقصدهم، وخريجين الابتدائيه صاروا مسؤولين كبار، وخريجين مزوره، وخريجين اعداديه وصاروا متوسط، وخريج اعداديه وصار دكتور، ذول اللي اقصدهم. ما اقصد الشرفاء الان اللي لازمين العراق بدم قلوبهم. اكو عندنا بالعراق الان سياسيين ابطال، اخليه بس اكو نسبه قليله جدا، ذول هم ذول الله يخلصنا، ذول مثل الجرب لو هسه اكو دواء مال الجرب، والله ذولا مثل الطاعون، ذولا مثل لا ابو تحسين بس خلنا نسولف. الله يخلصنا من عندكم، لا بس الله يخلصنا من عندكم يا جماعه. ترى خلي ابو تحسين، ابو تحسين ابو تحسين ذولا ما يفيد وياهم. تعال اوقف لي ابو تحسين، يا ابو تقعد يا ام محسن ابو تحسين الله يخليك. يا ابو جماعه ترى خلي ابو تحسين حتى لا يزعل قنز. قنز منو؟ ابو تحسين خلي تعال اقنز منا، اقنز حتى قنز ما يزعل. لا مو من ايفرست تخفز. اي ويا فريد اروح تخلى نام فريد من ايفرست، خلى اروح انا نام. اي نام من ايفرست غير تنزل كبايه. نعم، اذا يعني قبل قليل ذكرت الوالده المرحومه، يعني انه ذكرت انه هي اول امراه عراقيه تدخل موسوعه غنس للارقام القياسيه في اي شيء. والحقيقة أنا بعد يعني دخولي المرة الثانية في أمريكا رفعت أكبر علم في العالم اللي هو العلم العراقي. سافرت من ولاية إلينويز إلى نيويورك واجتمعت بالمكتب مال موسوعة جينيس اللي موجود في الولايات المتحدة. قلت لهم أني هذه المرأة يعني هي على فراش الموت، وهذه المرأة أني بسببها صرت، وهي اللي ربتني وهي اللي خلتني أصل إلى هذا المستوى. وبسببها نجحت، وبسبب دعائها وحبها إلي أنا ما صار بي شيء لحد الآن وقدرت أتوفق. فيعني أريد أنه تدخل إلى موسوعة جينيس. فالناس قالوا خلص طالما أنت تشوف هي سبب نجاحك وهي السبب اللي وصلك إلى هذا المرحلة إحنا يعني ما كانت إنه يعني أكيد إنه كل أم تخاف على ابنها، يعني ما كانت إنه مرة من المرات خافت عليك ومنعتك من إنه تسوي شيء اللي ببالك؟ لا يعني هي من خلال انهاء القفزات هي طبعا يعني هي طبعا هي طبعا مخيف. هي طبعا يعني كأي أم تخاف علي، بس هي دائما كانت هي طبعا بالفطرة
تحب ان يكون ابنها شيء علني يعني كان تواصلها مع الله عز وجل بالفطره، فحتى هي كانت تخاطبه بطريقه انه صاحبها وتقول له صاحبي وما اعرف ايش وتسولف وياه، فكان هذا سبب الفطره عندها وحبها لله عز وجل ودعائها ونقاء السريره عندها، فهو هذا اللي كان يحفظني واللي يخليني يعني بعيد عن المخاطر. نعم. فيعني الله يرحمها هي. الله يرحمها يعني ان شاء الله. نعم. كابتن بصراحه يعني ما في يوم ترددت انه تقفز من مكان عالي؟ ما راودك خوف معين؟ لا، هو مو يعني انا مو فقط متخصص بالقفز، انا يعني سويت هواي اشياء من ضمنها الطيران والغوص واخترعت النوع الجديد من الطيران اللي هو طيران بالنفاخات. انا من كنت كلش صغير يعني من كنا بالعماره مره عمي جاب لي نفاخه، فقلت يعني اذا واحد يجيب له هوايه نفاخات ممكن ان يطير بيها في يوم من الايام، وهذا اللي سويته. يعني اذا شايفين الفيلم مال الكرتون اسمه اب، الرجل هذا الكبير بالعمر اللي يطير بالنفاخات، هو هذا سويت حققته يعني وحققته، وكنت اتمنى انه يصير في بغداد يعني مثل ما الاخوه رايد اخترعوا الطيران وكان موطنه امريكا. كنت اتمنى انه اول طيران يصير بالنفاخات يصير بالعراق. كل هذه العقليه وكل هذه الاختراعات يعني ما عرفنا انه انت من اي كليه؟ ذكر علوم كيمياء. يعني علوم كيمياء نقول انه كن بعيدة شوي عن هواياتك وممارساتك بالرياضة وغيرها؟ لا بالعكس، أنا كان دائما طموحي يعني مختلف، يعني أنا أصلا من كان عمري سنتين كنت أتوقع نفسي طير مو إنسان، فلهذا كنت أكل من الماعون بدون إيدين، كنت أحاول أنه أغرد مثل الطيور، فلمدة سنتين قاموا يودوني للسيد وما أعرف إيش والسوالف هذه، قالوا هذا في شيء يعني، بعدين قمت أقفز من الكنتور يعني من صار عمري 5 سنوات. من شويه كبرت قمت اشوف افلام كرتون، فاتذكر عبقرينو وكعبول وما اعرف شنو، فبسببهم حبيت العلوم حبيت يعني الكيمياء. يعني خلينا نقول انه لو شفنا طفل بهالطريقه هاي يتصرف لا نقول انه هذا الطفل مو طبيعي، لا بالعكس عنده طاقه زايده، عنده طاقه زايده وعنده فد عقليه يحتاج توجيه، يعني خلينا نقول انه يتربى تربيه خاصه. صح. على مود انه يوصل مثل الاستاذ فريد. الله يخليك. نعم. كابتن فريد متزوج؟ سؤال محرج. كنت اتمنى يقول ايه، واكيد عنده اطفال، حتى يعني ردت اسال انه شلون راح توصل هذه النجاحات اللي انت حققتها. لا بالعكس، انا اصلا رسالتي هي مو رساله يعني محدوده داخل البيت، يعني انا رسالتي للعراق اكيد للعالم، لكن بالذات يعني الاطفال يعني يكون لهم خصوصيه اكثر. انا رسالتي للاطفال ورسالتي الى الشباب، اولا اتمنى على الشباب انه ما يستسلمون، يعني انا مثلهم عشت في بغداد والعماره وعشت في نفس الظروف الحسنه 2003. على مكان عالي عيونه تقوم السور براسا ويدوخ. يا السور ذاك اليوم رحنا انا وعم ابو تحسين، خليني اقول لك هذا السر. زين. رحنا انا وعم ابو تحسين عندنا واحد صديقنا مريض. خوش. مدينة الطب. مرخصتك اخوي عرفان. اخوي استريح والله. استريح. تفضل هنا. استريح. هنا. ها عيني؟ اي استريح. ذاك اليوم رحنا انا وعم ابو تحسين لواحد صديقنا مدينة الطب، تعال يمه تعال. خليني انا هنا اريد انا اوقف بعد. صعدنا قلنا سالنا اول مره ابو تحسين ايش قال؟ قال انا كل بهم ماكو مصعد، قلت له عمي احتمال بالطابق الرابع. والله وين ما وردتوا ابو تحسين طب المصعد قالوا ترى مريضكم بالطابق 12. اي والله المهم من الطابق الارضي للطابق 12 انا ابو تحسين متحاضني بالمصعد هالشكل نرجف. بخس صار الدوخه راح اوقع. قلت له زين لو ودك الايفرست تنزل كباي هيك، شد عيوني شد عيني واشيت وياك. اقول لك ابو تحسين ذاك اليوم قبل لا يجاوب اولاد ولو جوابه مهم، انا ساعه ثانيه المصعد بمدينه الطب حتى يصعدني للطابق ال 16. مصعد اتاني ساعه حتى يصعدني لهذا. شلون صعدت يا يمه لفرت؟ شلون شيتك؟ سووا لك اي شفت؟ اقول لك فريد روح ابوك من وصلت لفرت هم لقيت بيه فساد داري. يوم ما اكل واحد مصعد. زين يعني مثلا النفاخه تصير اكلكم شربكم شلون؟ احنا تسلق هيك بالهاي الشواكيش تسلق بايفرست، يعني احنا كنا من الساعه 5 الصبح اي للساعه 6 المغرب. المغرب اي لانه وراها هي منطقه عذراء يعني ما فيها لا كهرباء ولا ماي. طبعا انا لمده 40 يوم ما نزلت. من يعرفون بيك عراقي شنو رده فعل الناس؟ من يعرفون بيك عراقي؟
والله انا لمده 40 يوم على قضيه ايفرست. هم يقولون انت اسباني مو عراقي، لانه ما ممكن عراقي يجي ويصير بهذا بهذا الشيء. فاحنا لانه كانت جوازاتنا بالفندق يعني بكاتماندو، فقوم عمي انا عراقي زين احكي عربي، يقولون احنا ما نعرف عربي. بس ما معقوله انه هو يعني اول كوكبه وتصنع تاريخ البشريه وبيها واحد عراقي. طيب غير انا علمناك بقرايه يا عمي، يوم سوي لهم دول مش نعرفوك عراقي. ايش تاكلون يوم ما ويت ل 40 يوم؟ ايش تاكلون؟ 40 يوم جزر وبتيتا وتمن مسلوق، يعني هو غدا ريوق. اذا انا ادعو وزاره التجاره ان توزع بالحصه بتيتا وجزر وشنو؟ وتمن. قبل ما ننهي الحلقه يعني سؤال وجيه جدا، انت عراقي ولحد الان يعني عايش بالعمار على ما اعتقد؟ لو لا بغداد. لا هسه انا بدبي عايش. بدبي ماشي. انطرح عليك اكثر من دوله انه تاخذ الجنسيه والاقامه، شنو السبب انه انت ما اخذت الجنسيه؟ لا مو انا امثل الشباب، امثل العراق يعني. عفية. فحتى لا يعني اكون مو حتى لا اكون يعني منافق يعني انه انا اقول انا امثل الشباب وانا عندي غير جنسيه. ودعتك هنا لازم يعني حاط الجواز الامريكي هنا والبريطاني هنا والجواز. قالوا له عليك دعوه، قال لهم انا امريكي انا بريطاني. يا معود هنا الوادم شكلت وراك، الوادم خربت، بس انت اعمارك اصلي خطو فسفوره. الله يحفظك ويخليك. الله يخليك. نعم اذا احبتي المشاهدين الى هنا وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتقدم الشكر الجزيل لضيفنا الكابتن فريد وايضا للشيوخ اللي كانوا ويانا في محورنا الاول، وايضا نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. اكيد الملتقى يوم غد، تقبل اجمل تحايا مني ومن كادر برنامج. صباحكم الله بالخير، الى اللقاء.